وسهلا فيكم للمرة الثانية يا عمر. انتو بدار سيدة البشارة اللي راهبت القصديات الشعيريات. نحن دارنا مؤسس للدار اللي انتو موجودين فيه واللي اليوم رح تعيشوا، وحاسي وحبيت الفكرة وبهنيكم عليها. جايين تعيشوا نهار مع الراهبة. الراهبات معروفين بالمدارس، يمكن معروفين بالمستشفيات، بس مش معروفين بالإدارة. لما بيكونوا بالإدارة ما عندهم مهمات تربوية أو أي شيء إداري براني، كيف بيعيشوا؟ حبينا نجي نقضي معكم نهار من القداس على بكرة لحديت ما يروح الضوء. شو رح نعمل بالنهار اليوم؟ القداس قدسناه ونحن هلا بأيام الصيام، فبنعتذر عن الترويقة مثل ما بتعرف، ولكن فينا نكمل نهارنا بأشغالنا اليدوية اليومية. وطينا راسنا تنفوت. ليش؟ لانه البواب كانوا يعملوها واطيه تيعلموا على التواضع. بخلال حياه المحصنه الراهبه ما كانت تقابل اهلها، فكانوا يجوا يقعدوا هون والاغراض اللي يجوا جايبين لاياهم يحطوا لاياهم بالدولاب وتاخذهم، وهي اذا بدها تعطيهم شيء، لان كنا مشهورين بالمرصبين، كمان بهذا الدولاب يحطوا ويتبادلوا الاغراض بين بعضهم. كل هول هيدا مبروش من ايامه. من اي اكيد. بس يجي حدا وبدهم اوعيته لراهبه بياخذوها، تنقول في راهبه دقتها دقه بيعملوا لها. بيضلوا يدقوا تتجي. هيدا الناقوس بيعطي نغمه موسيقيه، يعني كان في عنا راهبه الله يرحمها اول ما فتح الدير على مكان قاعده، بتقعد من وقت للتاني لحسب الاجتماع اللي عم تدعينا له، يبقى في نغمه موسيقيه تعملها لانه بيدقوا وبيمشوا فيه، بيصيروا هيك 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 يمشوا نهار ومن هون بحسها، بتعطي دقه موسيقيه ناعمه. انا الاخت مقسيم على الجنوب من راس بعلبك. جيت على الرهبنه وكان في عندي من انا وبالضيعه محبه للليتورجيه لانه عندنا داير قديم كثير براس بعلبك. عملت تيز دكتوراه، تروحها بالدكتوراه بالليتورجيه، خاصه الليتورجيه البيزنطيه. قد ايه صار مخطوطات عندكم؟ نحن من تقريبا من اول مخطوط 1609، يعني من اوائل القرن السابع عشر موجود عندنا بالدار. كان الدار رهبات محصنات، كانوا يستقبلوا ناس سواح يجوا عنده. اجت وحده اجنبيه اسمها مرسبين، مار فيها اسم اسبانيولي، قعدت لقيت انه رهبات عندهمش مدخول وعندهم لوز كثير بالجنينه ومدخولوا منه، وقالت طب ما دام عندكم لوز تعوا لعلمكم اكل حلوه تستفيدوا منها وطيبه. اجت علمتهم، صار بس راحت شو بدهم يسموا، صار يشتغلوا وبيعوا وينبسطوا، شو بدهم يسموا؟ ايه بدنا نسميه على اسم المره اللي راحت، سموا مرسبين على اسمها. ايه تعلمكم شي طبخه سموها انطوني؟ شوف عندك طبخه طويله بتعرفها، نسميها انطوني. ايش علاقة؟ بونجور. بونجور. خبريني شو عم نعمل؟ هون عم نعمل للبدلة، قطع البدلة الكنيسة. كل قطعة مثلا مثل تير بالابواب اللي شايفينها هون، قديش بدها وقت؟ حسب، هي تقريبا جمعة بتاخذ اسبوع. كل التريز بنعمل هون؟ ايه بنعمل هون. حتى هون؟ وحتى هون الاشياء كلها. جيت لهون حس حبيت فن الخياطة للرهبات مش للعلمانية. تعلمت الخياطة على مدام سلوى ومدام سلوى ببيروت، صرت خيط للرهبات، خيطت للرهبات كل ولا رهبة إلا بخيطت لها، طوبين وثلاثة وأربعة، خيط بالليل وبالنهار، بالليل وبالنهار.
يا قلب يسوع الرحيم ارحمنا. يا قلب يسوع الرحيم ارحمنا. قطعة قماش منسميها أنا لافوس، هيدي بس نكون عم نندر الندورات المقبدة بلبسونا إياها مع الصليب، لأن إحنا ما منلبسهم إلا عم ندر المقبد. فيها ذكر للندورات الثلاثة، الفقر والعفة والطاعة، فيها الصليب، فيها صورة الموت اللي بتقلنا إنه العالم فاني، وبالنهاية من يحمل الصليب هو اللي بيرجع بالفعل بينال الحياة الأبدية. بلبسونا إياها منلبسها للظهر بشكل صليب من قدامي. نحن من قديم بس فتنا عند الركان ويحبوا يعلمونا كل شيء. بعد ما نخلص من حصص الدروس يديرونا على أشغال البال داير. نخلص أشغال الداير يعينونا وقت للشغل اليدوي. والشغل اليدوي من كل أنواعه، من بنتير، من كروشيه، من أشياء كثيرة، تطريز إلى آخره. عندنا في عنا الزيتون اللي منشيل منه زيتوناتنا طبيعي وزيتاتنا، عنا الشجر الموز اللي عم نعتني فيه صرنا أكثر، عنا حمضيات كتير. الله يخليك لحالك ويخليك لعائلتك. يلا رشا إلا بندورش رشا شو الوردة البجنينة؟ انتو عملوا الوردة يا؟ وانا بيك يعني أنا صرت عاملة حوالي 13 غطا مذبح. بحب إني أخلق شيء، وهذا الشيء مش مني، ربنا عطيه بيعطيه لكل إنسان. بحب إني أخترع شيء. هلأ تشوف شغلي، شغل إيدي أنا، ما وما حدا علمني. ماذي هالدنيا مش مقر، هالدنيا ممر. صح. وكلنا رايحين. صح. ميرسي. طيب ميرسي لك. يعطيك العافية. الله يعافيك. كعك الصيامة طحين وزيت وليمون بيكنج باودر. بلفها هيك؟ ايه. لا لا بتعمل فيها. ايه. بعدين؟ بنلفها هيك؟ كيف بدنا نعمل ما تلزع ايدي؟ تحط الفتحين. بنحط نفس التحام، نرجع بنعيد. بشتغل عندك. لا بالعكس، ها زبطت. ايه يلا، كمل الصينية. كنت عم بمزح. يلا بعطيك اثنين. حيلا حضر، حيلا كروم، عائلة في جو يقطع. يعني ما من حيلا طيبة، من برا، من فرنسا، من إيطاليا، من الأردن، من سوريا، من تركيا، ما بتفرق معنا. Thank you.
فإنك لم تزل مباركا إلى الأبد. آمين. نفصل زلال عن الصفار، صار للزلال هون بفقشوا شوي صغيرة عن الطرف وبنزل بتضل البروة بإيدي. منحط خل لأنه أولاً بيشيل ريحة الزنخة، بعدين بيساعدنا لحتى نيجي البيض ينشف أسرع وبيعطيه صلابة أكثر. فإذا دائماً بنحط ألوان غامقة بالباز وبعدين بنطلع بالألوان الفاتحة، لأن هذا كمان من اللاهوت الأيقوني واللي بيعطيها رمزية لاهوتية، إنه من الظلمة خرج نور. دهب شو بيرمز؟ دهب. كل الناس بفكروا انه الايقونه نحن بنحط لها ذهب ولا حتى يصير هيك في عندها اكثر فالور، بس هو مش الفالور المادي اللي هو مهم بالنسبه لنا بالنسبه للذهب، الفالور المعنوي. مثل ما قلنا انه كل شيء له سيمبول، السيمبول تبع الذهب انه هي اولا هي رمز للنور الالهي، ثاني شيء بيخرج الايقونه هي نحن قلنا شيء خارج عن الزمان وخارج عن المكان، يعني الذهب لون الذهب هو بيطلع الايقونه من الاطار المكان اللي هي فيه، صرنا بلا مكان بمكان حضور الله. سكر وبصفه بس وحامض. دوقها. ايه نبرشها ماشي من نغسل ونبرشه بعدين منطقنا نسلقه ونرجع نحنيه، بس حلو نزينه نحطه على النار تقلو سكر كيلو كيلو، بعدين نحطه لنا الشقف ليمون حمرا حمرا نصوبه نطقه نحطه معه بس يقطروا يصيروا هاي. ما هو لكم مش لحنا؟ لا بعون ولا لكم؟ بدك عبي لك بالتنبي. سلك يا يلي مش مجرب طعمة الليمون المقطوفة دغري، مش مجرب شي بحياته. هو نجيت للحق، مش القضية بس نكهة ليمونة، القضية قضية راحة نفسية جوانية بتخليك تستلز بكل شي عم تعمله. صح؟ أكيد هيدا الرواق، هيدا هيك بخليك تحس إنه عن جد يا ربنا شو عطيتنا وكتر خيرك. شو بدنا كم مرة بدي عيد من عبكرة عم نبرم رواق ضحكة على وجهي بعد ما راحت، عضل وخدود قد ما عم بتضحك من عبكرة يا ولي، وكل شيء بنهاركن الحمد عن جد لله. بيطول العمر كتر خير الله. هلا فينا نرجع بالطريق؟ خبرنا عن البقرة أول شيء، قديش عمره؟ عمره بيكون شيء 5 سنين أو 6 سنين أو 4 سنين حسب. كم مرة بتحضر البقرة بالنهار؟ مرتين. شد نزول؟ لا اللي نزول بصير تصير بتنهضر. اذا فرق بس انت بصير تصير، اذا شد بصير تمد الرسالة. ما لا لا شوي كثير، لا انا كمان بدك شوي كثير. شايف جبنة احلى من هيك؟
البابا فرانسيس الذي ببساطته ووداعته وتواضعه يذكرنا بأن كل أخت هي رحمة. كل أخت إلي أنا هي رحمة. شو بينقال بعد أكثر من هيك؟ محبة، سلام، سلام داخلي أنا حسيته اليوم 12 ساعة بدير سيدة البشارة مع الرهبات، ضحكة على وجهي من عبكرة، نهار غير لي حياتي، نهار بيتطورخ، نهار بياخد العقل، تغيرت وجهة نظري للحياة، وإن شاء الله كون حسستكم زاد شي.